بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي يا جماعة احنا إن شاء الله في جولة في الهرم بلازا، في عرض على فساتين البنات من التخفيض من 20 لـ80% بمناسبة اليوم الوطني. اهو كل دي فساتين عليها عرض، في بـ55 ريال كل، و يعني أسعار متفاوتة، مش كله بـ55، هو ده بـ65، الأزرق في أبيض ده برضو بـ65، الوردي ده كان بـ109 بقى بـ55 ريال بعد العرض، وده بـ55 برضو، ده بـ65، 65 برضو، كله ده على 65، وده بـ55، المنقط ده بـ55، وده بـ65، هنا اللي هو ده على 45، دي جيبة وبنطلون وبلوزة، 3 قطع على 45 ريال. من كام؟ من 109. أشكالها حلوة الفساتين دي، برضو نازل عليها عرض من 115 بـ65 ريال كل الفساتين دي. هي يا جماعة فساتين كتيرة ما شاء الله، وأسعار كويسة جدا. يعني ايه دي؟ فساتين بنات على 35 ريال كلها أطفال، يعني كل دول، كل الستاند ده فوق وتحت على 35 ريال، جميلة جدا. اهي هنا البنات ما شاء الله حظها حلو، 110 كان بـ110 دلوقتي بـ45 ريال، كل الأشكال دي على 45 ريال. بنطلون بالتيشيرت وعلقة كده اللي هي زي بتاع اللي هي بأستك دي، بحمالات يعني، بنطلون بحمالة والتيشيرت بـ45 ريال. كله ده على 55 ريال. هنا في فساتين حلوة على 35 ريال، يعني بصراحة نزل عرض كويس. دب نزل بكورنيش من تحت اهو، البرتقالي ده في اللون ده، في ده الابيض ده جميل جدا على 45 ريال، بصراحة تحفة على 45 ريال اهو. في دول برضو على 45، يعني ده يلبس 10 سنين 12 سنة. ده برضو كله ده على 45 ريال، جميل جدا. ده هو سيلو ده جميل جدا، اللي عليه الورد الورد اسود والارضية بيضة، جميل جدا. وده كان بـ101 بقى بـ50 ريال، الأسود ده في ذهبي، شكله جميل جدا بصراحة، يعني ده بـ50 ريال شكله جميل. دي كلها فساتين مناسبات للبنات. كان اهو ده كان بـ95 بقى بـ45 اهو، جميع المقاسات. وفي شكله اهو ده البنطلون وبكت والتيشيرت بتاعه اهو،
افرول، كل الحاجات دي على عروضات يا جماعة. وده طقم اهو خروج كان ب109، نشوف نزل على عرض كام. مش كل دي اشكال، بس وده ب35 ريال، كان ب68 بقى ب35 ريال. عروضات كويسة يا جماعة بصراحة، ما تتفوتش. كل واحد حسب ظروفه يعني، اهو يعني ما شاء الله الدور الارضي كله فساتين بنات جميع المقاسات والاشكال والالوان على 45 ريال. كل اللطقم دي على 45 ريال، اهي كله ده على 45 ريال اهو. دول على كام؟ دول برضو على 45. بصراحة يا جماعة القماشة جميلة جدا، والجينز ده على 65، الفساتين الجينز دي على 65 ريال اهي. دي او كان ب124 بقى ب65، وده برضو الفستان ده على 65 ريال. حاجات جميلة جدا والله. دي بتاع البنات الأطفال المواليد دي، من يعني سن سنة على 25 ريال، شكلها حلو جدا. ده على 35، ده المتهيأ اللي صورته اهو. حلو اللون المخطط ده، جميل. وده على 45. نشوفكم ان شاء الله في جولة جديدة في الهرم بلازا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.